معروف من ايتام الفجر بعتات النار اتاتك اليقين فلعن الله امة قتلت فلعن الله امة الزمن فلعن الله امة سمعت بذلك فنفيت به يا مولاي يا رب اشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن نبيا بكم مؤمن بشرايع ديني وخواتيم امني ومنقلب الى ربي فصلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى اجسادكم وعلى شاهدكم وعلى قائمكم وزائركم وباطنكم والسلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوسيمين وابن امام المتقين وابن قائد الغر المهجمين الى جنات النعيم وكيف لا تكون كذلك وانت باب الهدى وامام التقى والعروة الوسطى والحجة على اهل الدنيا وخامس اصحاب الكساء غزتك يد الرحمن ورزعت من سد العمار وربيت في اجر الاسلام فالنفس غير راضية بفرادك ولا شاكة في حياتك صلوات الله عليك وعلى آبائك أبنائك السلام عليك يا سريع العباد السلام عليك يا سريع العبرة الساكنة وقرين المصيبة الراتبة لعن الله أمة استحلت منك المحارم وانت أكتى فيك هرمة الإسلام فقتلت صلى الله عليك مغرورا فأسمع رسول الله صلى الله عليه وآله بك مهجورا فأسمع كتاب الله بفضلك مهجورا السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبلك والشاهدين لزبارك والشاهدين لزبارك والمؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عزمت الرزية وجلت المصيبة فجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة العسر جدع الجمل فتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت مشهدا أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه
أن يسلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه. Dolayısıyla ben